لك عيب؟ والله عيب يا عمى. اولاد حاره واهل تتعدلوا مع بعض؟ انه على اساس ابو مؤديات شيخ الشباب وبده يقاتل، ولك انه اصعب انك تتقاتل مع الجيران ولا انه يسحبوا بطاقه التمويل؟ بيقولوا بده يسحبوا بطاقه التمويل، فقسما بالله لنتبهدل بهدله الكلاب. يا سيدي بكره كيلو السكر بده يصير ب 20 ليره، وادخل راتب ما راح يكفي حق فروجين وقلبتين سردين وطحن حمص. بحج زحوكه وبلع حيوانه. خلصنا لك عمي، خلصنا. وليش خلصنا عمي؟ مو الشرطه بخدمه ال خلينا نفشخل هنا. بعدين عم تقول لي اسكت، لسه ما حكينا شيء لا على الباميه ولا على اك الدنيا ولا على السنوبر، شغله طويله كثير. اذا بتريد حبيب نحن مو جايين نحكي على الباميه وعلى الخس تبعها، جايين نحل مشكله. وليش تبع يا عمي؟ على اساس حضرتك مالك مواطن؟ لا خلص. لا شو خلص شو حكينا؟ لك عمل لا خلص، ما بدي اسمع صوتك بالمره. إيه لا تسمح بالناس، تعبني. تعي تضربي على الحيوان، تعال. انت رميت الرمل هون؟ اعوذ بالله عمي، انا ما برمي رمل وحياتك، برمي روس. انت خش ترمي روس ولا؟ صار انتم ما رح تفهموا. احسن ما حملك ياها، انا رح ترخصي. لا خلص بلاك انت وياه. العمى انتم ما بتفهموا الا بمش حالكم على المغفر انت وياه وافتح فيكم ضبط؟ كنت حلوها لما شو؟